الراديو 90-90 هواها مصري. يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع الراديو 90-90 هواها مصري وقد المقام وحلقة السبت. كل أسبوع بنكون معاكم جمعة وسبت من 12 ل2 بالليل فقد المقام بنحكي وبنتأمل مصر وتاريخها الكبير، نجاحاتها الثقافية والإبداعية والتاريخية والفنية، ونطوف كده ما بين أهلها وناسها ومبدعينها. النهاردة هنتكلم على أكتر من حاجة، بس مبدئيا كده هنتكلم عن رمز من أهم رموز الفن اللي أثروا بأعمالهم العظيمة في تاريخ الفن المصري والسينما المصرية. النهاردة هنحيي ذكرى مخرج الروائع حسن الإمام، ذكرى ميلاده. فلما تقول حسن الإمام يعني تقف تبجيلا للثلاثية وتبكي فرحا في الخطايا، وبيشتد إعجابك بحميدة في زوايا المداء شادية. طبعا حسن الإمام يعني بهجة والسرور في أميرة حبي أنا، وحدوتة بألف وألف معنى في خلي بالك من زوزو. في كلام قد المقام من خلي بالك من زوزو فكرنا فكرة كده في كلام قد المقام معنا النهاردة، يعني اللي هو ليه ممكن في بعض الناس أو بعض الأبناء يتمنى مثلا أنه يغير مهنة أبوه أو مهنة أمه. يعني هل ممكن يعني الإنسان ما يحبش يقول أن ده أبوه وأن دي أمه؟ هل مهنتهم على هل مستوى تعليمهم، هل ثقافتهم، أخلاقهم، يعني يا ترى إيه؟ الموضوع ده اتكلم فيه حسن الإمام بصراحة وبوضوح على نعيمة المازية أو أم زوزو الطالبة زينب عبد الكريم في خلي بالك من زوزو. يعني الموضوع النهاردة أصله كبير شويتين، لكن هنمشي نحكي مع بعض مشوار حسن الإمام ونتكلم كده مع بعض وناخد بعض في يعني مفهوم جوه الشخصية المصرية ونسيجها. هل يعني ما زلنا يعني نخجل كده من بعض المهن للأب أو للأم أو من مستوى تعليمي أو من مستوى ثقافي؟ هل إحنا لسه زي ما الزعيم عادل إمام؟ 99 هو رقم الرسائل، واتنين 18-10-8-66 رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام هي الراديو 90-90. في فقرتنا كلام قد المقام النهاردة بنتكلم عن فكرة إنه في بعض الأبناء يعني يخجلوا أو يتباهوا بشغلانة باباهم أو مامتهم. يعني هو الأغلبية يعني في اللي احنا شفناه كده في السينما المصرية لا ما بيتباهوش ولا حاجة، يعني بيخجلوا. حسن الإمام المخرج الكبير، مخرج الروائع، وهو له أكتر من لقب، يعني في ناس يقولوا عليه مخرج الروائع ومخرج الفواجع ومخرج يعني، لكن هو طبعا مخرج واقعي بدرجة كبيرة جدا. لو بصيت كده في تاريخ أفلامه يكفي الثلاثية مثلا، رصد فيها كل التغيرات اللي حصلت في مصر في إبان ثورة 19. لكن احنا النهاردة بصدد الفكرة اللي نفذها هو والأستاذ صلاح جاهين كاتب فيلم خلي بالك من زوزو. الفيلم ده عرض يعني مفهوم مجتمعي مغاير الحقيقة، يعني حسن الإمام وصلاح جاهين حطوا كده إيدهم كده على دمل كده صغير كده في الشخصية المصرية. احنا بنحب الرقص جدا كلنا، الرقص الشرقي والأسماء كتيرة، سمية جمال، تحية كاريوكا، نجوى فؤاد، سهير زكي، عندنا طبعا أسماء كبار الرقصات. احنا صدرنا يعني فكرة الرقص الشرقي وجم الأجانب اتعلموا مننا وبيأكلوا مننا عايش في المنطقة دي. لكنه في النهاية حسن الإمام قال أنه المجتمع لازال يرفض زوزو زينب عبد الكريم، الفتاة المثالية، رغم أنها أخلاق جدا محبة جدا لزمايلها في الجامعة، إلا أنه المجتمع رفضها. يعني هي الحقيقة قدمت نموذج أنه يعني هي مش عارفة تعمل إيه، هي مقتنعة جدا بأنه نعيمة المازية أمها الراقصة اللي على أخلاق. على فكرة يعني أنت لو تفتكر معايا كده تحية كاريوكا في الفيلم ده لا عندها مبادئ، يعني هي نعيمة المازية لكن عندها أصول وعندها يعني، لما حتى بنتها اللي هي زينب دي قالت لا أنا مش هكمل جامعة والمجتمع رفضني علشان أمي راقصة، فأنا هنزل أشتغل في الملاهي الليلية. الست حلمت حلم وتخيلت بنتها صحيح بترقص في ملاهي ليلية وإن هي هتبقى مش تمام وبتاع، قامت قالت لا ولا مش عايزة حاجة أنا مش عارفة إيه، وراحت ندهت حسين فهمي اللي هو سعيد إلحق البت ومش
عارفة إيه، وزمايلها تعالوا لما قطعت الكتب، يعني راقصة عندها مبدأ. طيب إحنا لغاية دلوقتي بقى يعني ليه بنفكر بأنه في بعض المهن لا عيب إن إحنا نشتغلها؟ يعني ممكن يكون عندنا تحفظات، لكن فكرة الخجل من أب أو أم بيشتغلوا مهنة حتى لو بسيطة، هي دي الفكرة اللي بنتكلم فيها النهاردة. وقد المقام وفقرتنا كلام قد المقام النهاردة بنتكلم عن فكرة انه في بعض الابناء بيرفضوا او يعني بيخجلوا من مهن ابهاتهم او امهاتهم. يعني ايه اللي ممكن يخلي بني ادم يعني ما يحبش يقول ان ده ابوه او ان دي امه؟ هل المهنة، هل المستوى التعليم، هل الثقافة؟ يعني ايه بقى انا مجمع لكم كده شوية حكايات. سامر هو مهندس، حكالي انه نشأ في بيئة متواضعة جدا، ووالده كان حارس عقار لأحد الأبنية. وهو سامر بيحكي وهو مهندس باشمهندس كبير جدا، بيقول عمري ما كنت أشعر بالخجل من مهنة أبويا وأنا صغير، حتى في المدرسة قدام أصدقائي أو زمايلي في المدرسة أنا شايف من وأنا صغير إن إصرار أبويا على توفير فكرة العيش الكريم وإن إحنا نبقى عايشين متكفيين، يعني وان هو تعب علشان ده، يعني ان انا بقى افضل يعني اوصل بقيت مهندس باشمهندس كبير. يعني هو شايف كمان انه المهن الشريفة مش لازم تكون يعني بس مهنة ليها صيت، يعني ممكن تبقى مهنة بسيطة جدا. عند زوزو بقى كان الوضع مختلف، لانه طبعا امها راقصة والمجتمع لا يقبل الراقصات، يعني نتفرج عليهم ونحبهم ونقول يا سلام سامية جمال، يا سلام ست حكاريوكا وكده، بس يعني لا، يعني في كده عندنا excuses. ولسه مكملين في قد المقام وبنطرح معاكم فكرة كده في كلام قد المقام. والفكرة هي عن بعض الأبناء يعني ما بين الخجل والتباهي بمهن أبهاتهم وأمهاتهم. يعني ثقافة العيب في بعض المهن، يعني هي بتبقى نبع من جوه الابن أو البنت ولا نبع من المجتمع؟ احنا بناخد طبعا مثل خلي بالك من زوزو، بس هو يعني ايه، يعني مثل بعيد شوية، لأن هنا الأم راقصة نعيمة المازية. بس برضو لازم يعني عارف لما تتفرج على الفيلم، طب لو نعيمة المازية دي مش يعني راقصة على قد حالها، يعني لو هي راقصة كده مشهورة وكده، هيبقى برضو أهل سعيد اللي هو حسين فهمي هيبصولها بالنظرة دي، ولا هم علشان من شارع محمد علي والناس كده يعني على قد حالهم؟ ما هو برضو هنا في هنا تساؤل، في هنا علامة استفهام كبيرة. لكن لسه بنسأل، هل لسه في أبناء أو بنات يعني يخجلوا من مهنة أبوهم أو أمهم؟ وليه؟ يعني هل المجتمع اللي عامل كده علشان مثلا مهنة بسيطة، ولا يعني المسألة برضو ليها علاقة بالفلوس؟ شكلها كده والله أعلم. طيب الأستاذ عادل إمام في الستينيات في مسرحية أنا وهو وهي اللي قدمها الأستاذ فؤاد المهندس، كان طالع عامل شخصية وكيل محامي دسوق يا فندي، فاكرين؟ كان لابس كده بدلة كده البنطلون قصير ومخططة كده وشكلها غريب، وعامل ورد في الجناب ومناديل، قال يعني بقى الراجل هيئة وكده، وقال لك إفيه فضل واقع في أمر حياة المصريين، قال لك بلد بتاعت شهادات صحيح. طيب يعني إحنا تسببنا يا جماعة في أجيال بعد كده إنه كله عايش شهادة، يعني خلاص ما فيش بقى ولا تعليم فني ولا سوق عمل ولا يعني هنعمل إيه، كله هيبقى دكتور ومهندس وحاجات كده. فالصنعة راحت فين؟ لا زمان كان الصناعي صناعي. طب أنت النهاردة تعرف تقى، يعني أنت بتعرف تلاقي الصناعي ده؟ أنت الصناعي بيعذبك يعني. فهل إحنا لسه بلد بتاعت شهادات صحيح، ولا خلاص الفكر تغير بقى من الستينيات، ولا إحنا لسه زي ما إحنا برضو بندور على الشهادة؟ الدكتور عايز يبقى ابنه دكتور، والمهندس عايز يبقى ابن مهندس، وما بفكرش في الحرف وال يعني الصناعة يا جماعة، الصناعة. وقد المقام ولسه في فقرتنا كلام قد المقام، ولسه بنسألكوا ايه اللي ممكن يخلي الابن او البنت يخجلوا من يعني من ابوهم او امهم؟ هل مهنة؟ هل ثقافة؟ هل مستوى تعليم؟ هل خلق؟ هل سلوك؟ يعني فخلي بالك من زوزو، يعني زوزو ما خجلتش من مهنة امها نعيمة المازية، بالعكس يعني لما اهل سعيد
حبيبها حسين فهمي يعني مش الأهل، البنت اللي هي بنت عمه اللي كانت عايزة تتجوز سعيد، وعملت كده حكاية وضحكت على تحية كاريوكا أو نعيمة ألمازية وحاولت تهزقها. بالعكس، بنتها قامت وقالت خلاص احنا واخدين أجرتنا، وكان مشهد عبقري على فكرة. واللي واخدين الصورة دي احنا عندنا في البوست بتاعنا على راديو 90 أو صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. فقامت سعاد حسني اللي هي زينب عبد الكريم وقامت قالت خلاص احنا واخدين أجرتنا ويعني أو عربونا أو حاجة زي كده، ورقصوني أنا نعيمة ألمازية هي الست الكبيرة، هي الأسطى زي ما بيقولوا الأستاذة، يعني هي تقعد يعني مكرمة وأنا هشتغل بدلها. فيعني انقسمت نصين زينب عبد الكريم بسبب المجتمع، رغم أن هي طالبة مثالية، رغم أن هي خلقها كويس، يعني كل أصحابها وزمايلها بيحبوها، إلا أن المجتمع يرفض نعيمة ألمازية ويرفض شارع محمد علي. يعني احنا نتفرج عليهم من بعيد، العوالم جم العوالم جم، زي فؤاد المهندس كده في سكة على بناتك، العوالم جم العوالم جم، بس اكتر من كده مفيش. على اي حال، بما اننا بنتكلم برضو عن عادل امام ولما قال بلد بتاعت شهادات صحيح، تعالوا نقوم كده نطين كده لقدام كده على مرجان احمد مرجان، لان في مشهد عبقري هو برضو يعني يرد على بلد بتاعت شهادات صحيح. هو مرجان كان بقى رجل اعمال وملياردير والشاي بالياسمين والدنيا مقلوبه، ومع ذلك عايز يتعلم، فبيروح جامعه ولاده بسمه والفنانه بسمه طبعا والفنان شريف سلامه، وبيغش وبياخد برشام، والدكتوره جيهان اللي هي ميرفت امين بتعاقبه وكده. وفي مشهد عبقري جدا، الولاد ولاد مرجان بيرفضوا ان ابوهم غشاش، وبيرفضوا ان ابوهم كذاب وبيبرشم وبيغش وحاجات كده، رغم انه ملياردير ورجل اعمال مشهور. فيعني ان هم يعني شعورهم بالفخر له يعني من منطقه تانية، ان هو يكون امين وان هو يكون يعني مواصفات تانية. اذا هو الخجل مش من المهنه البسيطه، ما هو الراجل ملياردير وبتاع حاجات كده، الخجل مش من المهنه البسيطه، الخجل من الخلق من السلوك. أغاني فيلم خلي بالك من زوزو يا جماعة كانت سبب من أسباب نجاحه طبعا، يعني غير الفكرة والسيناريو والإخراج للأستاذ حسن الإمام اللي بنحتفل بذكرى ميلاده 11 فبراير. يعني الأغاني كانت يعني في حتة تاني، يعني ممكن تقول إنها من أهم أسباب النجاح زي ما قلنا. الأغاني كانت من ألحان سيد مكاوي، الشيخ سيد مكاوي طبعا، والأستاذ كمال الطويل، وطبعا صوت سعاد حسني، يعني صوت مطربة يعني نمر واحد. وطبعا حسين فهمي كان يعني من أهم أدواره جان بريمير السينما، يعني عينيه الزرق والشعر الأصفر وسعيد ومخرج وبتاع وفنان، وعمل كمان الشخصية حلوة قوي. وكل اللي كانوا الحقيقة موجودين في الفيلم، حتى وحيد سيف كان شرابي متعهد الفنانين، كان أمر ستة حكاريوكا أمرين، شفيق جلال ثلاث أمرات، كلهم بصراحة بيسة نبيلة السيد، يعني حاجة عارفين. كنت أنا أشوف نبيلة السيد دي أفتكر زينات صدقي، هو نفس الخط كده. مين مكمل بعد نبيلة السيد؟ يعني في مش عارفة مين، ممكن تكون مثلا نشوى مصطفى مثلا، مش عارف. غنوة خلي بالك من زوزو وغنوة استنى 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 كانوا من ألحان سيد مكاوي. غنوة يا واد يا تقيل كان ليها حكاية أحكيها لكم سريعا كده. الغنوة اتعرضت الأول على الأستاذ الكبير منير مراد، لكن كان في الوقت ده 72، يعني الكلام ده بقى كانوا بيصوروا مثلا 71 أو 70، كان مشغول جدا جدا. فطبعا سعاد حسني قالت أنا عايزة كمال الطويل، يعني لكن كمال الطويل كان مكتئب وقعد في اسكندرية وبقاله كام سنة ما بيشتغلش، فخلاص يعني مش عارفة تعمل ايه. وبعدين وهم بيصوروا الفيلم لسه الغنوة ما اتعملتش، ففي المشهد بتاع الأوتوبيس النهري طالعين ياخدوا بريك أو ماشية سعاد في تاكسي أو مروحة أو ما شابه، يعني مفيش يعني مصدر موثوق فيه. المهم ان هي قابلت الاستاذ كمال الطويل، كان في القاهره في الوقت ده في عربيته معدي في اشاره، تقابله، انت فين يا كمال؟ يا سعاد انا مكتئب مش عايز اشتغل. قلت له لا ده انا بعمل كذا كذا كذا، عارفين طبعا اصدقاء عمر يعني. واصرت سعاد حسني على انه كمال الطويل يعمل لها اللحن، وعمل لها اللحن وطلعته بقى. بصوا الصداقه الجميله، طلعته من اكتئابه بالغنوه اللي لحنها. وقد المقام ولسه مكملة معاكم بسنت بكر، والنهاردة بنتكلم عن أكتر من مفهوم. أولا مفهوم خجل بعض الأبناء والبنات
بعتذر عن يعني بيخجلوا من مهنة الأب والأم. كمان بنحتفل مع بعض بذكرى ميلاد المخرج الكبير حسن الإمام اللي قدم الفكرة دي في خلي بالك من زوزو، وقدم إنه البنت زينب عبد الكريم زي ما حكينا اللي هي سعاد حسني لم تخجل من مهنة والدتها نعيمة المظية، لكن في بعض الأحيان بقى لا بيحصل إنه في خجل. وبنسألكم ليه يعني ليه الابن او البنت ممكن يخجل من مهنة ابوه او امه لو مهنة شريفة؟ طيب تعالوا نروح للأستاذ حسن الإمام، احكي لكم كده عنه شوية. انا بلدياته او هو بلدياتي من المنصورة، ومن منطقة جنب يعني جنبنا كده. حسن الإمام اشتغل وهو صغير جدا بعد ما والده توفى علشان هو يصرف على أسرته، واشتغل شغلانات بسيطة جدا. يعني بصوا هو بدأ حياته بيشتغل شغلانات بسيطة جدا، وبعد شوية راح بقى يترجم. هو بيعرف انجليزي كويس وفرنساوي كويس، فاشتغل في الترجمة وكان بيترجم المسرحيات الانجليزي والفرنساوي والسكتشات ويبيعها لفرق المسرح في القاهرة. وبعد كده انضم لفرقة رمسيس مع الفنان الكبير يوسف وهبي كمترجم في الاول، يعني يترجم له نصوص عالمية ممكن تتعمل مسرحيات. بعد كده اشتغل ممثل، وبعد كده بقى مساعد ليوسف وهبي. وابدا عمره ما يعني اتضايق ولا اشتكى من انه هو بيؤدي مهام بسيطة على المسرح، بالعكس كان بيعتبر ده مفيد ليه وشرف ليه عشان يبقى عارف كل حاجة عن العمل الفني من الألف للياء. طبعا في ناس كتير مننا وانا منهم طبعا يعني ما كانش يعرف انه المخرج الكبير حسن الامام بدأ حياته الفنية باخراج افلام الميلو دراما، ونجحت جدا جدا عمل فيلم اسمه ملائكة في جهنم وفيلم اليتيمتين. كان الكلام ده كان او الافلام دي كانت في بدايات فاتن حمامة، وحققت هي من خلالهم نجاح كبير جدا. حسن امام كمان اكتشف ناس تانية فنيا، يعني عايز اقول لكم ان هو اعاد اكتشاف نادية لطفي في قصر الشوق، بعد كانت يعني على طول تطلع في دور البنت البريئة الهادية الارستقراطية كده، تعمل شخصية زوبة بقى الراقصة الشعبية في قصر الشوق، وتغني الأغاني اللي هي الأغاني الراقصات الشعبيات. كمان اكتشف تاني يحيى شاهين في شخصية السيد، يعني يحيى شاهين قبل السيد كان حاجة وبعد السيد حاجة تانية، لأنه يعني هو كان يحيى شاهين بقى يقدم شخصيات جد جدا وحاجات كده، لكن السيد طبعا انت الصبح وقار وبتاعه، وبالليل فلاتي بقى بيروح يسهر عند زوبة وعند الناس دي. قدم كمان مها صبري، وقدم صوت سناء الباروني اللي غنت زي ما قلنا قبل كده في حلقة قبل كده الأغاني اللي كانت بس يعني نادية لطفي أو ميمي شكيب كانت تغنيها بالبق بس كده، كان ده صوت سناء الباروني. كمان عمل الخطايا، يعني فيلم الخطايا لما تيجي تقف عنده كده تتخض، سواء من الإخراج سواء من الأغاني. فاكرين طبعا الفيلم مديحة يسري عماد حمدي عبد الحليم حسن يوسف ونادية لطفي، كمان اتغنت فيه شوية أغاني حلوة جدا جدا، وأخرجها حسن الإمام إخراج عبقري سواء الفيلم أو الأغاني. كان فيه الحلوة مرسي جميل عزيز وكمال الطويل لست أدري إليا أبو ماضي ومحمد عبد الوهاب مغرور محمد حلاوة محمد الموجي. محدش بيختار لابوه ولا أمه، جملة بتقال دايما لما بينتقد أي حد والده أو والدته. والحقيقة أنه مفيش حد فعلا بيختار لابوه ولا أمه، يعني دي اختيارات، عارف حاجات فلسفة الاختيار الإنساني. لا زوزو اختارت أن أمها تبقى نعيمة المظية ولا غيرها، فيعني الشخص يعني لما يتفوق ولما يكون أخلاقه حميدة وينجح في عمله ويعيش بشكل سوي طبيعي جوه المجتمع، فمن أبسط حقوقه ان احنا ملناش دعوة مامته بتشتغل ايه ابوه بيشتغل ايه، نتعامل مع الشخص اللي قدامنا باللي هم صدره لنا. يعني دي الرسالة اللي وصلها المخرج الكبير حسن الامام في فيلم خلي بالك من زوزو. انتوا شايفين ايه من وجهة نظركم الظروف اللي ممكن تخلي واحد يتمنى انه يغير ابوه وامه مثلا، او ان هو يعني يخجل منهم او من وظيفتهم رغم ان هم ربوه علموه كبروه؟ يعني افتكر انه مفيش اي سبب خالص الحقيقة، يعني كل الشغل طالما شريف فهو محترم وعلى الراس. بفكركم برقم الرسائل 199 وتليفون 2-18-10-68. تعالوا نروح نتكلم شوية كمان عن عمنا حسن الإمام، لأنه مع شادية عنده محطات مهمة قوي. قدموا مع بعض فيلم زقاق المدق رواية الأستاذ نجيب محفوظ،
والفيلم ده نجح نجاح كبير جدا يعني. وحسن الإمام أعاد فيه اكتشاف شادية تاني، لأنه قبلها كانت بقى بتقدم أدوار الدلوعة، وكان حتى نجيب محفوظ لما اقترحوا الاسم قال لهم لا شادية إيه ده، دلوعة ولطيفة كده وبتاع، وحميدة في ذواق المدق يعني، فتاة ليل وبتعمل أخطاء عظيمة يعني. ويعني طبعا أنتوا عارفين أكيد الفيلم، واللي مش عارفه أو ما شافوش أو مش فاكره ممكن يخش يتفرج عليه تاني، لأنه من أهم كلاسيكيات السينما المصرية كرواية وكإخراج وأداء شادية يعني. أجيب محفوظ بعد ما هي أدت دور حميدة قال أنا ما صدقتش أداء شادية، ممثلة من العيار الثقيل، وهي يعني أكتر حد قدر يخلي حميدة اللي أنا كتبتها على الورق لحم ودم. الفيلم طبعا زي ما قلت لكم من اخراج الاستاذ حسن الامام، وعلى فكره هنتكلم على ذوق المدق، لانه ذوق المدق يعني هو مش من خيال الاستاذ نجيب محفوظ، لا ده ذوق فعلا موجود في مصر ولسه موجود لغايه النهارده، وهنزوره النهارده كده في اخر لينك في الحلقه ان شاء الله. كمان حسن الإمام عمل لشادية أو أخرج لشادية فيلم التلميذة، وبرضه بيحكي الفيلم عن التمييز الطبقي اللي بيعاني منه المجتمع، إزاي تقدر الناس تتغلب على هذا التمييز العنصري ده في إطار حب طبعا أو في إطار قصة حب تلميذة فقيرة جدا لمهندس غني اللي هو كان حسن يوسف، وهي شادية وبتمثل إن هي بنت مش عارفة مين وساكنة في الفيلا دي، وهو لأن شافته طبعا عنده عربية عاملة إزاي وبتاع، فبدأت تكذب ويعني برضو وتقولش بقى أنا يعني أهلي مين ولا أي حاجة. المحطة الثالثة لحسن الإمام مع شادية كمان قدموا فيلم اسمه لواحظ، لا ده كمان في محطة رابعة بائعة الخبز، كان بطولتها هي والفنانة مجدة الصباحي، وده كان في بدايات شادية سنة 53. صدقنا محمد عامر اللي مسميني شادية 2020 مش ظاهر النهاردة في الكومنتس ولا في الرسالة على 99.9، وهو طول الوقت بيطلب شادية، وكالعادة الوقت بيعدي بسرعة جدا. وطبعا أنا عايزة أعتذر لأي حد بيبعت لي رسالة أو كومنت وأنا ما يعني ما بلحقش أقرأ، أنا برد على فكرة تاني يوم على كل الكومنتس على الفيسبوك على صفحتنا على قد ما بقدر والله يا جماعة. كمان اللي بيطلبوا أغاني وما بلحقش أشغلها لهم فيعني اعذروني يعني، إحنا كل جمعة وسبت مع بعض من 12 ل 2 وما بنساش حاجة يعني خالص، اللي بيطلب مني حاجة ما بنساهاش. بس سريعا عايزه اسلم على اصدقائي احمد السعدي وتسوقي ومحمد عادل معتز اسلام دافنشي، خلي ورده الاسبوع اللي جايه اسلام، رؤوف حسن بسلم عليك، كريم العسكري بيقول يا ريت تصبحي على احمد عبد المعطي سهران معايا النهارده بعد رجوعه من السفر صباح الفل. عايزه كمان اسلم على خير الكلام، ده اكاونت اسمه خير الكلام، وعايزه اللي طالبين فريد الاطرش احنا سمعنا النهارده ما نحرمش العمر منك، ويا جميل يا جميل اسمعها ان شاء الله الاسبوع الجاي. تعالوا سريعا كده اقول لكم كمان انه الاستاذ حسن الامام اعاد اكتشاف الفنانه الكبيره هند رستم، عمل لها 3 افلام متتاليه في الخمسينيات، بنات الليل والجسد واعترافات زوجه، وتجدد التعاون معاهم ما بينهم تاني في الستينيات في فيلم شفيقه القبطيه وفيلم الراهبه. طبعا يعني لا يسعني الوقت احكي لكم عن فيلم شفيقه القبطيه ولا فيلم الراهبه، هم من اروع افلام السينما المصريه ومن أروع الأفلام اللي قدمها الأستاذ حسن الإمام.